شيخ الإسلام رحمه الله ماذا قال عن الجن والشياطين؟ يقول قد يأتي فيقول أنا فلان ويكون من مؤمني الجن. يقول كما جرى لي مثل هذا، كنت في مصر في قلعتها وجرى مثل هذا، ذهب إلى الترك هذا الجني وقال أنا ابن تيمية، ولم يشك أميرها أني أنا هو، وأخبر بذلك ملك مصر وأنا في الحبس، فاستعظموا ذلك وأنا لم أخرج من الحبس. قال ولكن كان هذا جنيا يحبنا فيصنع بالترك التتر مثل ما كنت أصنع بهم. كنت في دمشق أدعوهم للإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام أطعمتهم ما تيسر، فأراد إكرامي بذلك وفعل مثل ما كنت أعمل. فقيل لي ألا يكون من الجائز أن يكون ملكا؟ قلت لا، لأن الملك لا يكذب، وهذا قد قال أنا ابن تيمية وهو يعلم أنه كاذب في ذلك.